ازاي اقول بشكر ربنا ان ادانا هديه من عنده رساله سماويه للمشير السيسي اللي حرر مصر من الارهاب واعاد مصر للقوميه العربيه واعاد علاقتنا مع الدب الروسي القيصر الروسي بوتين اللي هيحمي ظهر مصر من الامبرياليه الامريكيه المغطرسه وهننتظر ومصر هتكون احسن من بريطانيا العظمى. مين اللي هينافس السيسي في الانتخابات اللي جايه؟ لا منافس للسيسي، الشعب المصري كله هيطلع وبنقول ان حمدين صباحي تجربه ديمقراطيه للمستقبل، ولكن الان لا يصلح لمصر في الوقت الحالي غير قياده عسكريه شريفه وطنيه. الكل يجتمع، شباب واهالي الجماليه واعطاء جمل جميلك، لكي يقف الجميع صفا واحدا مؤيدين ومؤثرين الزعيم ابن الجماليه قدوه الشباب المشير عبد الفتاح السيسي. وهو الذي جاء بينهم وتربى في احضان الاثار مصر الاسلاميه بعراقتها وشموخها والذي تعلم منها الكثير، ثم تخرج من الكليه الحربيه مصنع الابطال.